بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. وقفات مع آيات الصيام. الدرس 16. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءاتنا مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة في الإفتاء، في هذا البرنامج وقفات مع آيات الصيام. فحيا الله فضيلته وأهلا وسهلا به. حياكم الله وبارك فيكم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا يزال الحديث حول قول الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وكنا تحدثنا عن جزء من هذه الآية عظيم، ألا وهو قول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ويتواصل الحديث حول الاعتكاف، هذه السنة العظيمة والهدي النبوي العظيم من هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ونبدأ أسئلتنا مع فضيلة الشيخ بسؤال حول مبطلات الاعتكاف. فضيلة الشيخ، وقد تحدثتم فيما سبق عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الاعتكاف كما سبق عبادة عظيمة، وهو لزوم مسجد تقام فيه صلاة الجماعة لعبادة الله عز وجل، وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب ففي هذه الآية: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأما السنة فمن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم قد اعتكف في العشر الأوسط ثم العشر الأخير، وما زال يعتكف حتى فارق الدنيا، واعتكف أزواجه من بعده، وهو عمل المسلمين سلفاً وخلفاً. فهو عبادة عظيمة، وبينا شروط الاعتكاف فيما سبق، وهي أن يكون في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة، وأن يتجنب الجماع مدة الاعتكاف، وأن لا يخرج من الاعتكاف إلا لحاجته التي لا بد له منها، ثم يعود إلى معتكفه قريبا. فإذا اختل شرط من هذه الشروط بطل الاعتكاف. فلو اعتكف في غير مسجد فإن هذا الاعتكاف غير صحيح وغير مشروع. وكذلك لو اعتكف في مسجد مهجور لا تقام فيه صلاة الجماعة فهذا اعتكاف غير صحيح، لأنه بين أمرين: إما أن يترك صلاة الجماعة ويبقى في معتكفه وهذا محرم، وإما أن يخرج لصلاة الجماعة ويتكرر خروجه وهذا يتنافى مع الاعتكاف. وكذلك من مبطلات الاعتكاف ما لو جامع زوجته في أثناء الاعتكاف فإنه يبطل، قوله تعالى: ولا تقربوهن وأنتم ولا تباشروهن ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أيضا الخروج لصلة الرحم وزيارة المريض، وهل لا يشرع هذا؟ لا يشرع للمعتكف أن يذهب لصلة الرحم ولا لعيادة المريض، إلا إن مر بالمريض في طريقه، إذا خرج لحاجته الضرورية ومر به في طريقه فيسأل عن حاله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم.
مما يذكر في الحديث عن الاعتكاف فضيلة الشيخ حديث صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها أنها كانت تزور النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسجد، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت لترجع إلى منزلها، وكان ذلك ليلا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليمشي معها، وكان منزلها في دار أسامة بن زيد في جانب المدينة. فلما كان ببعض الطريق لقيه رجلان من الأنصار فأسرعا فتواريا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية. فقال: سبحان الله يا رسول الله. هنا فضيلة الشيخ، لو تحدثتم عن هذا الهدي النبوي في الابتعاد عن مواطن الشبه والتبري من التهمة. أولا، هذا الحديث فيه أنه لا بأس أن تزور المرأة زوجها وهو معتكف في المسجد، وأن تصلح له شأنه إذا كان له حاجة، فإنها تقوم بقضائها وتجلس معه لا بأس، إنما المحرم المباشرة. وثانيا، يؤخذ من هذا الحديث أن المرأة لا تمشي وحدها في الليل في الشارع، بل يكون معها زوجها أو محرمها مما يحميها من مطامع أهل النفاق وأهل المرض القلبي، فيكون معها محرمها من زوجها أو غيره من محارمها، ولا تمشي وحدها في الليل في الشارع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام معها يشيعها. فهذا فيه الحفاظ على النساء واحتشام النساء وحرص ولي المرأة على صيانتها، مما تجاهله كثير من المسلمين اليوم مع نسائهم، فيتركونهن يخرجن في الليل إلى الأسواق وإلى الشوارع دون أن يكون عليهن رقيب من أوليائهن ومحارمهن، وهذا يخشى منه المحذور الشديد من ضياع الأخلاق ومن الفتنة. وأيضا يؤخذ من هذا الحديث أن وجود الرجل مع المرأة محل شبهة إذا لم يكن محرما لها، لأن هؤلاء الصحابة لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المرأة خجلا وأسرعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يزيل هذا الذي حصل، فقال: على رسلكم، أي لا تسرعا، لأنه لا محذور في الأمر، فإنها صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه إزالة الشبهة التي تحصل عند المسلم، وبيان الواقع الصحيح حتى لا يكون هناك إساءة ظن بأحد من المسلمين. ولكن على كل حال، هذا فيه أن المرأة تبتعد عن الرجال الذين ليسوا من محارمها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة. نسأل الله تبارك وتعالى ينفعنا بما سمعنا وبما قلنا، إنه سميع مجيب. نشكر في ختامها فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله لفضيلته وجزاه عنا خيرا. وإلى أن نلقاكم مستمعين الكرام، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.